البحرين غالية على كل شخص بحريني مواطن شريف، والقانون راح يتطبق بإذن الله راح يتطبق. إذا إحنا توحدنا إحنا لازم نتوحد، لازم يكون يدنا واحدة. الظالم الظالم يالس يظلم يظلم الأرض، الأرض هذه اللي الحكومة عطوها وهم اللي قولوهم. احنا هاي رسالتنا وقلناها يا جلالة الملك الله يحفظك، يا جلالة الملك الله يحفظك. شعبك شعبك لكرامة، وقلناها لكرامة. كرامة وين هي؟ وين مالت الشعب؟ اندفنت راحت. مسؤولين وزراء نواب وين صفقتوا؟ أبونا صفقتوا؟ ما نبي تبربر احنا بالنواب، احنا نبي موقف، نبي واحد يسجل موقف. احنا بشر مستحيل نشوف عيالنا، مستحيل نشوف الشهداء يروحون كل يوم شهيد، كل يوم شهيد. هذه آخر احنا نقول اليوم بنحرك مباشر. الله يسلمك بالروح عليكم بتعديل القانون، عليكم بتطبيق القصاص. لن نرضى والله ثم لن نرضى اذا ما تطبق القصاص. عسى يا غيالي، عسى يا غيالي. البركه فيكم ان شاء الله.